سيدي الحمود المدير العام للعمل وزارة الوظيفة العمومية والعمل التشغيل وعاصمة الإدارة. هذا التحالف يأتي لنقاش الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة البالغة 17 هدف، ويهدف هذا الهدف إلى القضاء على العمل الجبري ثم القضاء على السقاق المعاصر، كذلك يهدف إلى القضاء على المتاجرة بالبشر ثم القضاء على مكافحة عمل الأطفال. موريتانيا تعتبر من دول الطلائع في هذا التحالف، والذي يبلغ عدد الدول التي تعتبر طلائع فيه 15 دولة. موريتانيا كذلك هي ثالث دولة تنظم هذا النشاط الافتتاحي اللي نسخة موريتانيا من التحالف 8-7. الدولة الأولى التي نظمت هذه الورشة هي دولة مدغشقر، ثم الدولة الثانية هي دولة نيبال. موريتانيا تأتي في المرحلة الثالثة من هذه الدول التي تنظم هذا النشاط الافتتاحي للتحالف 8-7.